متحف طبيعي يضم أحياء مختلفة تعكس بيئة المناطق الجنوبية في العراق، فضلا عن وجود الأحجار القديمة التي يعود عمرها لأكثر من 600 مليون سنة. تاريخ الافتتاح كان على ضفاف شط العرب عام 72 في القرن الماضي، وقد نقل إلى القصور الرئاسية بعد أن تعرض المكان القديم للتخريب المتعمد عام 2003. يعني كنا نتمنى جماعة يتمنون يجون للبصرة، سامعين عن أهل البصرة وبصرة وعن معالم البصرة، واليوم يجينا تأكدنا ودخلنا داخل المتحف، يعني فتشي روعة مختلف عن باقي المتاحف. كلش حلو، يعني أتمنى بعد أنا كل أسبوع أجيب جروبات يعني أجي لكم. المتحف الطبيعي قسم على شكل قاعات متعددة تضم أحياء بحرية وبرية، بينما الجزء الآخر منه يحاكي ما هو موجود في أهوار الجنوب منذ القدم. المجسمات المختلفة تعكس طبيعة التنوع البيئي للعراق في السابق، فعلى سبيل المثال هذه السمكة العملاقة التي يطلق عليها الهامور تم اصطيادها عام 72 في المياه العراقية، غير أنها انقرضت بهذه الأحجام حاليا كحال كثير من الحيوانات. احنا هسه لو تشوفون هنا المتحف مالتنا أصلا مقسم إلى هيك قاعات، هاي القاعة اللي احنا هسه بيها هي قاعة الأهوار، القاعة الأخرى هي قاعة الخليج العربي والقاعة البحرية، وعندنا قاعة اللبائن. إلا هاي السمكة الهامور اللي تزن 200 كيلو، هاي قديمة جدا من 1974. كل الكائنات اللي هنا يا أما هي كائنات خاصة بالمنطقة يا أما هي كائنات مهاجرة تجينا في أوقات معينة من السنة. أكاديميون دعوا الحكومة إلى الاهتمام بالمتاحف والمواقع السياحية، لا سيما أنها تعد مصدرا أساسيا للدخل في كثير من البلدان الغربية، فيما أكدوا أهمية توجيه المدارس لإجراء زيارات مدرسية ترسخ المعلومات لدى التلاميذ بطرق أكثر فاعلية. أتمنى من الحكومة أن تسعى إلى هذا الصرح العظيم يعني اللي موجود بالبصرة بين التطور. استفادينا جدا يعني بالتعرف على الأحياء التراثية، الأحياء البحرية والنهرية، وننصح المدارس والجامعات أن تكثف زياراتها للمتاحف. متحف التاريخ الطبيعي الذي تأسس عام 73 وتعرض للحرق ما بعد 2003 عاد من جديد ليكون وجهة للسائحين من بقية المحافظات والدول. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.